مساء الخير. طقس مستقر ودافع عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حتى بعد ظهر يوم الأربعاء، حيث تبدأ بالانخفاض فبتعود تدريجيا إلى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة. بيتحول الطقس إلى متقلب ابتداء من بعد ظهر يوم الخميس مع بعض الأمطار الخفيفة خاصة بالمناطق الشمالية نتيجة تمركز منخفض جوي فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا. إذن جونا لبكرة غائب جزئياً، وكيف رح تسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكار عم بتسجل 23، طرابلس أيضاً 23 درجة، العاصمة بيروت 21 وصور 23. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 18، اللقلوق 14، زحلة 19 وجزين 22 درجة. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل ل 60%، أرياح سطحية تتراوح سرعتها بين 20 وبتوصل لل 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذن كيف رح يكفي طقسنا للأيام القادمة؟ للأربعاء جونا غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة ل 23 درجة أقصاها ساحلاً. للخميس جونا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات بتنشط الرياح خاصة بالمناطق الشمالية. بيتحول جونا مساءً إلى غائم مع احتمال لتساقط أمطار خفيفة، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلاً 20 درجة. للجمعة جونا غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات بتتساقط أمطار خفيفة متفرقة برفقة رياح ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة لتسجل 19 درجة أقصها ساحلا. للسبت جونا بيعود مستقر قليل الغيوم، أما درجات الحرارة فبتستقر أيضا على 19 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.